إذا دخل بين غنم شاة أو خروف أو معزة تائهة وبقيت معي أكثر من سنة، كيف أتصرف فيها جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليك التلابية على هذه الأغنام الضائعة، التلابية عليها لمدة سنة الأمثلة التي يتحرى وجود لم يعرفها فيها من أهلها أو غيرهم، التلابية عليها تعرفها في مجامع الناس وعند أبواب الجوامع يوم الجمعة خارج المسجد، تنادي عليها أسبوعيا وشهريا وحسب الإمكان. فإذا مرت سنة ولم يتقدم لها أحد فإنها تكون لك، وإن جاء صاحبها فيما بعد وعرفها فإنك تدفعها له إن كانت موجودة أو تدفع له قيمتها إذا تصرفت فيها، فإن لم يأتي بعد الحول واستمر عدم مجيئه فهي لك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يبدو أنه من أهل البادية وليس من أهل صلاة الجمعة شيخ صالح، فلعل هناك توجيه آخر. ينادي في الأنسنة التي يرجى وجود أهلها فيها من البر أو من البلدان. بارك الله فيكم.